انا من اطفالي بلشت انه ايه بدي ادرس اطفالي انه ما في مشكل اذا كان رفقات اطفالي مثل ما كنت انا بالبيت. فانه الاطفال حبت الفكره. بالبدايه كان عندي يمكن 5 طلاب، الاطفال حبت الفكره وصارت كل حدا يقول للثاني انه ايه نحن طالعين على مجتمع اوروبي بيلزم انه كل طفل يكون عارف الانجليش ليقدر يتعامل بالطريق او بالباص او باي مطرح بسوبر ماركت، انه يكون عنده اساسيات بالانجليش لحتى يقدر يتعامل مع المجتمع الجديد اللي هو راح يفوت فيه. انا زهور من سوريا، من حمص. ما كان عندي صف او انه شغل معين، لانه كان بيتي ماخذ انه كل وقتي، ما كان فيني اني انا اطلع لبرا انه اعطي دروس بمدرسه او انه يكون عندي شيء خاص. انه انا كنت مسخره كل وقتي انه لاولادي ولبيتي، ما كان عندي مجال. انه انا كان ينعرض علي عروض كثير انه انا ادرس بمطرح، بس انا ما كنت اقبل. انه اللي بحب انه ابنه يكون انه مستوى اولادي او شيء، وكانوا انه كثير يغاروا منهم الاطفال وهيك، فكان يبعث ابنه لعندي على البيت ويدرس مثل ما بدرس اولادي ادرس الاطفال. يعني كان يكون عندي مثلا وقت الامتحانات يكون عندي، ممكن يكون عندي 7 اولاد مثلا على صف بنتي انا اعطيهم دروس. What is your biggest dream? I meet my son. إني أشوف ابني، هي أكبر حلم ممكن أحلمه. حتى مبارح هو كان التاريخ اللي هو طلع من البيت فيه، هو ب 23 ماي، هو طلع من عندي من البيت، فكانت هي قمة مأساتي إنه هذا النهار كتير صعب عندي. هو مبارح كان 23 خمسة، منشان هيك كان كتير إنه ذكرى ما حلوة. أنا بعثت له بالليل إنه أنت بتتذكر هذا التاريخ، انه انا كتبت له على الواتس. هو اكبر حلم عندي انه انا ما يكون في اكثر من سنه اني انا اشوف ابني او اقابله، اني اخلص من هالشيء الصعب اللي انا عم اعيشه. وانا كل انه هاي الماساه والشيء اللي انا تعرضت له طول الطريق وهالشيء المصاعب اللي انا شفتها، هو بالنهايه لاشوف ما له شيء ثاني ابدا.